مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الشريعة والحياة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ما معنى الشريعة التي يراد تطبيقها؟ وأين هي من واقع الاختلاف المذهبي؟ وهل هي غير مطبقة فعلا؟ ومن الذي يطبق الشريعة؟ الدولة أم الأمة؟ الشريعة معناها ومبناها موضوع حلقة اليوم من برنامج الشريعة والحياة مع فضيلة شيخنا العلامة الدكتور يوسف القرضاوي. مرحبا بكم سيدي. مرحبا بك أخ عثمان. يدور الحديث باستمرار عن مصطلح الشريعة ومصطلح الفقه، أين التداخل والتباين بين هذين المصطلحين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأزكى صلوات الله وتسليمه على من أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى سائر أصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأود قبل أن أجيب عن سؤالك أن أهنئ الإخوة المصريين بما وفقهم الله إليه من انتهاء تقريبا المراحل الثلاثة ما عدا الأشياء التي سيعاودون فيها الكرة، وهي أشياء بسيطة، ولكن يعني أحمد الله أنه وفقهم في هذه المرحلة إلى اختيار النخبة الطيبة التي يرتضيها أغلب الناس. لا يمكن أن يجتمع الناس على كل شيء، هذه طبيعة الخلق، فاجتماع أغلب الناس فيه الخير إن شاء الله. نهنئهم بما وصلوا إليه، ونسأل الله أن يوفقهم في المرحلة القادمة إلى الطريق الصحيح السليم، الصراط المستقيم الذي هدى الله الأمة إليه. نحن موافقون بأن الشعب المصري إن شاء الله مهدي إلى خير الطرق. احنا علمنا القرآن أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والأسبوع القادم سيمر سنة كاملة على بدء الثورة المصرية 25 يناير، فهي فرصة طيبة أن تصبح الأمة فيها على وجهتها السليمة، مختارة طريقها وعرفت غايتها ومنهجها. الأمر الثاني أيضا، نهنئ الأمة السورية إن شاء الله بأنها ستصل إلى الطريق. فريق الجامعة العربية يعني وصل إلى بعض المقترحات، ولكنه ينتظر إلى أن يكمل الطريق. ممكن نصبر عليه هذه الفترة. وأرى أن من المهم في هذه الفقرة ما ذكرته في خطبتي في خطبة الجمعة، أني دعوت الضباط والجنود في الجيش السوري، الضباط الأحرار المخلصين الذين يحبون أمتهم ولا يرضون أن ينطلق رصاصهم لقتل آبائهم وإخوانهم وزملائهم من البراء الذين لا ذنب لهم. هؤلاء أدعوهم إلى أن يتركوا هذا الجيش وينضموا إلى الجيش الحر. هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يفصلوا في المسألة عن قريب، وبهذا انضم الشعب السوري إلى الشعوب الحرة، إلى مصر وإلى تونس وإلى ليبيا، وينضم بعد ذلك اليمن وسوريا، وتكون جميع هذه البلاد قد تحررت وانطلق مسارها إلى الحق والخير والصراط المستقيم. أما الإجابة عن سؤالك،
نعم، الآن هناك ثورات عربية، هناك صعود للإسلاميين كما ذكرتم في مصر وقبله في تونس، يكثر الحديث عن الشريعة، ما المقصود بها؟ هل هي تعني الفقه أم شيء آخر؟ الشريعة ما شرعه الله لعباده من الأحكام، سواء كانت أحكام أصلية أم فرعية، هذا نوع من التعريف للشريعة. الشريعة ما أوجبه الله وأمر به ونهى عنه، لأن الشريعة مجموعة أحكام، بعضها أوامر تنفذ وبعضها نواهي تترك وبعضها محرمات وبعضها حلال، فمجموع الشريعة هذه الأحكام، وبعضها يتعلق بالعقائد، كما قال يعني سعد الدين التفتزاني: اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية وعملية، ومنها ما يتعلق بأصل العمل وتسمى أصلية واعتقادية، والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحكام، علم الفقه، والعلم المتعلق يسمى علم الكلام أو علم التوحيد أو العقائد. فاتفق علماء المسلمين إن هذه كلها تسمى يعني أحكاما شرعية، إلا أن هناك أحيانا يطلق على الجانب العملي هو الشريعة، والتاني يسموه عقيدة. هذا عقيدة، وذلك الأزهر لما جه يعني يؤلف كلياته في العصر الحديث عمل كلية للغة العربية وكلية للعقيدة اسمها كلية أصول الدين، وكلية للشريعة تدرس إيه؟ الشريعة، يعني تدرس الفقه وأصوله وقواعده وتاريخه وما يتعلق بهذه الأمور، سماها كلية الشريعة. الثانية كلية أصول الدين، فهذا ما ينبغي أن يعلم. الأصل في هذه الأحكام، لماذا أنزل الله شريعته؟ الله غني عن خلقه، هو ليس محتاجا إلى الشريعة، يحتاج إليها الخلق. يقول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الكتاب النصوص الإلهية موجودة في كتب مثل القرآن، التوراة، الإنجيل. أنزلنا معهم الكتاب والميزان، المقاييس العقلية لابد من هذا، كما جاء في آية أخرى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل، فأنزل اثنين كتاب وميزان. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط، هم اللي يقيموا العدل في 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 الأرض. فهذه مهمة الشريعة. القرآن يقول: كتاب أنزلناه إليك، القرآن كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهذه مهمة القرآن، مهمة الشريعة، أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور، ظلمات الشرك إلى التوحيد، ظلمات الضلال إلى الهدى، ظلمات الباطل إلى الحق، ظلمات الجهل إلى العلم، ظلمات الفوضى إلى النظام. كل ما ينظم الحياة ويهدي الناس إلى الطريق القويم هو ما جاء به القرآن. فهذه مهمة الشريعة، تهدي الناس إلى ما فيه خيرها في دينها ودنياها، إلى الانضباط، إلى التوازن. الناس تنضبط وتتوازن، لا تميل إلى اليمين ولا تميل إلى الشمال، لا تفرط ولا تفرط. فهذا هو الصراط المستقيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليهدي إليه الأمة كلها. انطلاقا من تعريفكم للشريعة مولانا، هل الشريعة هي الدين نفسه؟ يعني أين موقع الشريعة من الدين الإسلامي؟ الشريعة كما قلنا، بعضهم يقول إن الشريعة تشمل الأصل والفرع، وبعضهم يقول الشريعة تشمل الجانب العملي. وذلك يعني كما قلنا الأزهر سمى أصول الدين والشريعة، ومشت معظم الجامعات الإسلامية على هذا: كلية لأصول الدين، أو كلية للعقائد، وكلية للشريعة. والشيخ الإسلام
في مصر الشيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت ألف كتابا سماه الإسلام عقيدة وشريعة. لكن نحن نقول الإسلام عقيدة وشريعة، عبادة ومعاملة، دعوة ودولة، حق وقوة، دين ودنيا، يعني الأشياء الإيه المتقابلة. الإسلام يجمع المتقابلات، فمن ضمن المتقابلات العقيدة، الجانب الذي يتعلق بما هو شأن الرأي والاعتقاد، والجانب العملي الشريعة. وهذا ما جاء به القرآن، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما مصادر الشريعة الإسلامية؟ مصادر الشريعة الإسلامية، أول مصدر لها هو القرآن العظيم، المصدر الأول والمصدر الأكبر هو القرآن الكريم، وعنه انبثقت كل المصادر. السنة نستدل عليها بالقرآن، نقول كيف نقول السنة مصدر، أقول أن الله تعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم. بنستدل بالقرآن على ثبوت شرعية السنة، وكذلك القياس، ما يثبت النص نقيس على المنصوص، لأن ليس من المعقول إن ربنا يذكر حكم وما يقاس عليه وما يشبهه لا يأخذ حكمه، المفروض الشيء يأخذ شبه الشيء، فهذا القياس بالمنطق العقلي. الإجماع أيضا، أن الإجماع دليل على أن هناك يعني شيء يدل على أن هذا الأمر ثابت بالنص، فتجمع عليه الأمة. وفيه دي المصادر الأربعة الأساسية، وفيه أشياء اختلف فيها العلماء، وهي أيضا مثل شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم ينسخه ناسخ من عندنا، الاستحسان يعني المصلحة المرسلة سموه الاستصلاح، وهذا يعني ثابتة بأدلة العرف، أشياء يعني كثيرة من أشياء المختلف فيها. فهذه كلها مصادر الشريعة، ومصادر تغني الأمة فيما تريده، لأن الشريعة عبادات ومعاملات وجنايات وأخلاق وأشياء سياسية وأشياء في الأمور الشخصية، الأحوال الشخصية، أشياء شؤون الأسرة، كل دي تدخل فيها الشريعة. فشؤون الفرد، شؤون الأسرة، شؤون الجماعة، شؤون الأمة، شؤون العلاقات الإنسانية كلها، هذا تدخل فيها الشريعة. الفقهاء تحدثوا عن أن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، ما الثابت والمتغير من هذه الشريعة؟ في الشريعة أشياء ثابتة لا تتغير، وفيها أشياء قابلة للتغير. الأصل الأشياء التي لا تتغير ما يتعلق بالعقائد، ما يتعلق بالعبادات الأساسية، ما يتعلق بأمهات الأخلاق، الفضائل والرذائل. الفضائل يطلب التمسك بها، الرذائل ينهى عنها، فيه ما يسميه العلماء السلوك والتصوف التحلية والتخلية، تتخلى عن الرذائل وتتحلى بالفضائل. فالشريعة جاءت بهذا كله، ففي أشياء تتعلق بالفرد زي الحلال والحرام في الأمور الفردية، الأمور الحياة، ماذا تأكل، ماذا تشرب، ماذا تلبس، ماذا بماذا تتغطى، بماذا الأشياء الشخصية، هذه يتعلق بك. وفي أشياء تتعلق بما بين المرء وزوجه، بما بين المرء وولده، بما بين الوالد وولده، بما بين الأقارب بعض والأرحام بعضهم وبعض، ما بين الجيران بعضهم وبعض، ما بين المجتمع الصغير بعض وبعض، وبين المجتمع الكبير بعض، وبين الأغنياء والفقراء، الأقوياء والضعفاء، الرجال والنساء،
الحكام والمحكومين وهكذا. فكل هذا يعني تعمل فيه الشريعة المتغير من الشريعة مولانا، الذي يتغير بتغير الزمان والمكان ربما والفتوى وحال المستفتي، هل يخضع لشروط ما؟ المتغير من هذه الأشياء ما ليس من الأشياء اللي ذكرناها، يعني ليس من العقائد وليس من العبادات وليس من أمهات الأخلاق وليس من الأحكام القطعية، يعني فيه أحكام قطعية لا تقبل التغير. مثل نعم مثل ماذا؟ مثل أحكام المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، والنساء لهن كذا، مثل هذه الأشياء. في بعض أحكام قطعية جاءت بها نصوص ثابتة لا تقبل شكا ولا احتمالا، وأجمعت عليها الأمة وأصبحت معلومة من الدين بالضرورة، فهذه لا تقبل تغيرا ولا اجتهادا ولا تجد. وفي أحكام أخرى ليست لها مثل هذه، ومعظم أحكام الشريعة يعني إذا نظرت في الفقه الإسلامي العلماء أنشأوا علما سموه علم الفقه. علم الفقه ده مهمته ايه؟ علم لدراسة الشريعة، يعني الأمة كل يعني شيء عملوا له علم، تفسير له علم والحديث له علم، مش حتى علم، علوم الحديث، أكثر من 100 علم لعلوم الحديث، أن فيه علم النصوص له كذا، وعلم الفقه له كذا، وعلم المتغيرات له كذا، وكل شيء له علوم للشريعة. فهناك علم الفقه، فقه المذاهب المختلفة، فقه الفروع، فقه الأصول، فقه القواعد، فقه الفتاوى والمتغيرات، كل هذا يدخل في الفقه. ففي هذا العلم بندرس نحن ما يتغير من الأحكام وما لا يتغير. أنا ذكرت في كتاب لي اسمه موجبات تغير الفتوى، ذكرت أن المتقدمين ذكروا 4 أشياء تتغير بها الفتوى: الزمان والمكان والعرف والحال. وأنا ذكرت على هذا، ذكرنا احنا في احدى كان في حلقة مخصصة لهذا الموضوع، الحلقات السابقة، وفصلنا فيها فالأشياء تتغير، يعني تغير المعلومات، معلومات تتغير، فيتغير الموجب. الناس ما كانش تعرف ان المرأة ممكن تحمل حملا كاذبا، عرفنا هذا، ان المرأة ممكن تقعد 3 سنين و4 سنين حامل وتشعر بالحامل وتتوحم وتعمل وهي ليست حاملا، الآن يكتشف هذا. فالأقدمون بنوا عليها أشياء، احنا الآن أصبحنا نعرف هذا، فلابد أن نستفيد من كل هذه التغيرات التي تدخل في الفتوى، تغير المعلومات، تغير المجتمع يعني من شيء إلى شيء، تغير الأسرة من حالة إلى حالة، أشياء كثيرة أوجبت تغير الفتوى، فلابد أن نراعي نحن هذه المتغيرات. ولكن في أشياء لا تقبل التغير، الأساسيات، الأساسيات دي يعني ثابتة. نتابع مولانا بعد الفاصل القسم الثاني من هذه الحلقة، والذي نتحدث فيه عن تطبيق الشريعة، فابقوا معنا مشاهدينا الكرام، نعود إليكم بإذن الله بعد الفاصل. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، من جديد إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج الشريعة والحياة، والتي نتابع في القسم الثاني منها في موضوعنا الشريعة مبناها معناها ومبناها، نتابع تطبيق الشريعة. مع الدولة الحديثة مولانا كثر الحديث عن تطبيق الشريعة، الشريعة الآن هل هي مطبقة فعلا أم لا؟ أولا أنا
يعني أحب هنا أن أتحدث، هناك كثير من الناس إذا ذكرت يعني كلمة الشريعة يرتعدون ويخافون، كأن الشريعة هذه لا تحمل العدل ولا تحمل الحق ولا تحمل المعاني الصحيحة. هذا سؤفة لما أنزل الله من الكتاب والميزان. شوف حتى القرآن يقول الكتاب والميزان، يعني الشريعة مش أوهام، ده عقل ونقل. فالناس اللي يخافوا من الشريعة، الشريعة بعض الناس يتصور ان تيجي مصر مثلا تحكم بالشريعة كما هو مقرر في يعني هذا مش احنا اللي هنعمله، مقرر ان الشريعة هي مصدر تحكيم القوانين حسب الدستور. حسب الدستور ما معنى ان احنا حسب الدستور نطبق؟ هل نيجي نمسك الناس تعالوا واحد سرق اقطع ايده؟ انا لا ارى ان الشريعة بهذا المعنى ستطبق في المرحلة القادمة، 5 سنوات القادمة لا يطبق فيها هذا. نحن في حاجة الى ان نطبق الاسس، اولا الشريعة بالمعنى الاعتقادي وبالمعنى الاخلاقي بالمعنى الاصولي. الناس لا تفهم معنى الشريعة، الناس لا فيه 2 مليون بيقول لك في الشوارع في مصر، اولاد شوارع 2 مليون، كيف تأخذ هؤلاء الذين لم يتعلموا ولم يتح لهم ان يتوظفوا وان يعملوا اعمالا صالحة وان يتدربوا، تأخذهم تقطع ايديهم؟ قبل ان تقطع ايديهم اولا علمهم ودربهم على اعمال صالحة وشغلهم، هيئ لهم المكان اللي يعملوا فيه قبل ان اسأل عن قطع اليد. انا ما اظن حتى اخواننا السلفيين، ارى السلفيين الذين المرشحين يعني كلهم يتحدثون بعقلانية بحكمة، ليس كل منهم انه يعادي الناس هاتوا نقطع ايده، حدش عدو لاخ له في الوطن، يعني وان لم يكن له اخا في الدين هو اخ في الوطن واخ في الانسانية. فاحنا مش اعداء الناس عايزين نقطع ايد الناس، لا، احنا قبل ان نقطع ايد الناس نريد ان نربي هؤلاء الناس. الناس في حاجة الى تعلم لابد ان نعلمهم، في حاجة الى تدرب لابد ان ندربهم، في حاجة الى تشغيل لابد ان نشغلهم، في حاجة الى ان نهيئ لهم ما يحتاجون اليه من مأكل ومشرب وملبس ومركب ومسكن ومتزوج يتزوج. هذه لابد ان نهيئ هذا للناس، ولابد ان يتعلم الجميع ان هذا اول ما تهدف اليه الشريعة. الشريعة لم تجئ للقصاص ولقطع الايدي وللجلد كما يتصور الكثير منها، هذه جاءت في سورة المائدة، قطع يد السارق والسارق والسارق اقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، والسرقة الكبرى قطع الطريق قطع ايديهما لهم من خلاف الى اخر، هذه جاءت في سورة المائدة. وسورة المائدة نزلت في السنة 9، يعني في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اي بعد ان اقام الصلاة واتى الزكاة واقام العدالة الاجتماعية وامر بالمعروف ونهى عن المنكر وثبت امة تفهم ماذا يجب عليها وماذا يحل لها وماذا يحرم عليها. هذا هو الذي يجب ان نهتم به. انا اطالب اخواننا الذين يعني اختارهم الشعب ليحكموا الناس، كل الذين اختارهم الشعب من الاخوان من السلفيين من الوفديين من الوسط من الكتلة المصرية من كل هذه الأحزاب سواء كانوا إسلاميين أو غير إسلاميين، كلهم مطالبون أن يحسنوا فهم ما أنزل الله من الكتاب والميزان. لم يطلب منا الإسلام أن احنا امسك الناس اقطعهم، لا نريد أن نقطع الناس. لذلك أنقل لكم السؤال، أخ محمد يسأل عن التدرج في تطبيق الشريعة. نعم،
احنا قبل ان نطبق الشريعة لابد من ان ناخذ الامور بالتدرج، ومن التدرج الحكيم، والتدرج سنة من سنن الاسلام التي جاء بها الاسلام. الاسلام اخذ كل شيء بالتدرج، لم يعني يفرض الفرائض مرة واحدة، ولم يحرم المحرمات مرة واحدة. احنا عرفنا في الخمر انه نزل يعني في الاول قوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، وبعدين يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، وبعدين انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فجاءت الآية الأخيرة هي الفاصلة يعني، ولكن بعد أن مررنا بمدة من الزمن. وكذلك الفرائض، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فقرت في السفر وزيدت في الحضر، بكت ركعتين في السفر ولكن زادها الله في الحضر. وهكذا التشريع كله يقوم على مراعاة التدرج. التدرج سنة من سنن الكون، يعني ما فيش لماذا خلق الله الشجرة الأول بذرة وبعدين ورقة، والورقة يعني تصبح زهرة، والزهرة تصبح يعني ثمرة، والثمرة يعني تنضج، كل شيء يأخذ. والإنسان يعني رضيعا ففطيما فيافعا فشابا وهكذا. فلابد أن نراعي يعني سنة التدرج في يعني علاجنا لهذه الأمور. فالتدرج نراعي سنة التدرج، وكل السنن، سنن التغيير وسنن النصر وسنن الأمور تؤخذ يعني شيئا فشيئا. هذا ما يجب أن يراعيه الجميع الذين يعني يأمرهم الله بأن يراعوا أحكامه. هذه من مراعاة الأحكام، لابد من هذا الأمر. وليست الحدود كما يظن بعض الناس هي الشريعة الإسلامية. بعض الناس يظن الشريعة الإسلامية تطبق الحدود. من قال إن دي الشريعة الإسلامية؟ دي جزء من الشريعة الإسلامية ومن أواخر ما جاء في الشريعة الإسلامية. إنما الشريعة الإسلامية صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وأخلاق، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الأقارب، الإحسان إلى الجيران، إحسان معاملة الناس، تقوى الله في السر والعلن، في كل هذه هي الشريعة. فلابد أن نعمل الشريعة في كل الحياة، هذا ما يجب علينا. لما نفهم الناس الشريعة انك تقطع الايد، هذا غلط. نأخذ مولانا بعض المشاركات من السادة المشاهدين. احمد سعيد من اليمن، تفضل. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. تفضل. عندي سؤال بسيط يا شيخ. في الحكومة في حكومة الوفاق الجديدة، أخ أحمد يعني لو تطفئ التلفاز أو تخفض صوته لو سمحت، بارك الله فيك. أيوة. تفضل بسؤالك، أنت في حكومة الوفاق الجديدة، نعم. نعم، صدر قرار من الحكومة الجديدة بأن يكون يوم السبت يوم إجازة. أن يكون يوم والكثير من المواطنين ينظروا إلى هذا الأمر أنه أمر خروج في خروج على الشريعة، لأنه يوم السبت إجازة مع الجمعة ولا إجازة بدل الجمعة؟ إجازة مع الجمعة، يوم أثبت فيه اليهود إجازة عند نعم اليهود. نعم أخ أحمد، سؤال فضيلة الشيخ، هل المطلوب أن يكون السبت يوم إجازة مع الجمعة أم منفردا؟ مع الجمعة. شكرا سؤالك واضح، سؤالك واضح أخ أحمد. نأخذ محمود صقر من مصر، تفضل أخ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله كل خير سعادة الشيخ. فسؤالي
اللهم صل على النبي. ما هو حكم الشرع فضيلة الشيخ في بعض قرى الدول العربية الغنية إلى دول الغرب بما تأتي المليارات في هذه الأزمة، بما في دول عربية أخرى بحاجة ماسة جدا إلى الفلوس مثل مصر وتونس والسودان ودول فقيرة أخرى، بالعكس فلوسنا احنا في العرب ندي امريكا واوروبا 300 مليار، ما هو حكم الشرع الان؟ لماذا لم يتكلم الشيخ عن جبل تبمره 20,000 اسره قطريه خرجوها من قطر ولم يتكلم الشيخ من داعي الانسانيه؟ شكرا، ولماذا لم يتكلم عن اخ محمود. اذا حكم الشرع في اقراض الدول الغنيه للدول الغربيه. ناخذ الاخ قاسم محمد من العراق. ايه السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل بسؤالك. والله نطلب من سيدنا القرضاوي الله يحفظه ويطول عمره ان يدعينا. حفظك الله يا. نعم. هل لديك سؤال؟ نطلب من القرضاوي ان يدعينا الله يحفظه ويبارك فيه ويطول عمره ان شاء الله. والله انه شيخ الاول في الدنيا. شكرا جزيلا اخ قاسم، وصل تمنياتك لفضيلة الشيخ. اسماعيل ابراهيم من ايران، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. انقطع الاتصال من المصدر. مولانا نعود الى الاخ احمد سعيد من اليمن، يسال انه هناك الان توجه ان يكون يوم السبت اجازه، يوم اجازه مع يوم الجمعه. لا مانع، لا مانع، يعني هو بدل يوم حيكون يومين. نعم. الممنوع انه يعني يجعلوا الجمعه شغل والسبت اجازه، هذا ما لا نحبه. نعم. لان ما دام حيكون فيه إجازة يبقى يوم الجمعة هو أولى إجازة، المسلم يصلي الجمعة كما يشاء وبراحته، فهذا هو المطلوب. فبعض الناس تجعل الخميس والجمعة، وبعض الناس تجعل الجمعة والسبت، حسب المصلحة. بعض الناس يرى أن السبت علشان يوم بيبقى يوم يعني عند الغربيين يعني يوم إجازة، فيبقى يوم متفق مع الغربي، لا مانع من غير مرتبطة بمسألة دينية أو بعد ديني. قضية لا، هي متصلة بالبنوك والأشياء دي والأمور دي. يعني الأخ محمود صقر من مصر يقول عن حكم الشرع في إقراض الدول الغنية أموالها للدول الغربية بينما هناك دول إسلامية بحاجة إلى هذا المال. والله يعني إحنا مش هنقدر نفرض عليهم أنهم يقرضونا، ولكن هم يعني حسب التعامل معهم. يعني بعض البلاد بيقرضوها إذا كانت معاملتهم معها يعني طيبة، وبعضهم لا يقرضونها. ونحن نسأل الله أن يغنينا عن الاستقراض منهم. نحن نستطيع أن نستغني بما عندنا إذا استطعنا أن ننمي بلادنا تنمية حقيقية، وكنا فيما بيننا متوافقين ومتفقين على حسن العمل والإنتاج معا، واستطعنا أن نقوم بدورتنا يعني قياما حقيقيا، تستطيع بلادنا أن تستغني عن الاستقراض. ولكن أنا أرى أن يعني ما يقوله الأخ يعني ليس يعني لازما ولا دائما. هناك من يستقرض من الغربيين، احنا كلنا مستقرضين من الغرب وعلينا ديون للغربيين، ولكن هم أحيانا يبسطون لنا وأحيانا يشددون علينا. نحن نقول لهم هونا ما يعني خففوا عنا شوية، هذه البلاد في حاجة إلى نوع من التيسير عليها حتى تستطيع أن تسدد. كل ما نطلبه من الغرب أن ييسر على المستقرضين من بلاد الشرق، وندعو بلاد الشرق أن تحاول أن تسدد ما عليها وتستكفي بنفسها، وهي قادرة إن شاء الله أن تستغني عن هذا إذا هيأت نفسها للعمل والإنتاج. مولانا، من الذي يطبق الشريعة، الدولة أم الأمة؟ هل الشريعة بحاجة إلى قوة القانون لتطبيقها أم يطبقها الناس طوعا؟ وربما في هذا السؤال الذي طرحه الأخ إبراهيم الجابري. الشريعة يعني بعضها لا يحتاج إلى دولة ولا إلى بعض أمور الشريعة يعمله الناس بطبيعة الأحوال. يعني أنا ربنا أحل لي أن آكل، هل أنا ملتزم بأن الدولة تقول لي كل؟ باكل وبشرب وبروح الشغل
وأتعامل مع أهلي ومع أولادي ومع أقربي ومع جيراني. كل هذا هو أشياء بنعملها بدون دولة وبدون حكم وبدون أي شيء. الأشياء اللي تحتاج إلى الدولة، الأصل أن الشريعة بتخاطب الناس جميعا، بتخاطب المكلفين. الشرع، خطاب الشرع هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. ده الحكم الشرعي، حكم الشرعي هو هذا الخطاب، يتعلق بالمكلفين، افعل أو لا تفعل. فهذا الخطاب يخاطب به كل مكلف، كل إنسان عاقل، رجلا أو امرأة، شابا أو شيخا حاكما أو محكوما، غنيا أو فقيرا، كل الناس مطالبة بأن تعمل بهذا. فيه أشياء مكلف بها الشخص ولو لم يكن حاكما عليه يعمل بها، وفيه شخص مكلف به الحاكم، السارق والسارق فاقطعوا أيديهما، ده مطلوب من الحاكم، أنا مش هقدر أقطع. إنما اللي بيقطع من؟ الحاكم هو اللي بيؤمر، في واحد يقطع لأن الحاكم قال له اقطع إيد السارق، فكل واحد ينفذ ما يطلب منه، الدولة تنفذ ما يطلب منها والأمة تنفذ ما يطلب منها. ومعظم الأشياء متعلقة بأن الكل الأحكام مطالب بها الأمة، الأمة مطالبة، والسارق والسارق قطع أيديهما، الأمة مطالبة بهذا وإن كان مش هي اللي هتقطع. ليه؟ لأن لو إن الحاكم لم يقطع اليد، الأمة مسؤولة عن هذا، لأن الخطاب موجه إليها، السارق والسارق هذا خطاب للأمة كلها، فالحاكم والمحكوم مطالب بهذا، الحاكم عليه أن لو ما نفذش الأمة مسؤولة، فهذه مسؤولية الجميع. حتى الأشياء اللي تتعلق أساسا بالدولة الأمة مطالبة بإقامتها في, 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 في الأساس وفي الكلية. هناك بعض الجماعات أو المجموعات التي تنصب من نفسها حاكما وتطبق أحكام الشرع، أحكام الردة وغيرها، هل يصح لمجموعة ما في مكان جغرافي ما أن تنفذ أحكام الشرع؟ لا لا لا، لا يجوز لجماعة أن تعمل من نفسها دولة وتحكم في الناس، لابد أن يكون هذا للدولة المكلفة، أولي الأمر منكم. لماذا قال الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ أولي الأمر أولي الشأن، حتى بعضهم قال أولي الشأن هنا العلماء، فبعضهم قال لا، العلماء فيما هو من شأنهم والحكام فيما هو من شأنهم، الحاكم يطاع فيما أمر الله بتنفيذه. فهؤلاء يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولي الأمر مسؤولون أن ينفذوا ما أمرهم الله بتنفيذه، والأمة عليها أن تعاونهم يعني في ذلك، مش الحاكم يعمل هذا لوحده، الأمة كلها بتتعاون. إذا رأت واحد يسرق امسك هذا السارق، نمنعه من أن يسرق، وقبل ذلك نعلمه، قبل أن يسرق نعلمه أن السرقة حرام، ونعلمه أن أنت الواجب أنك تكفي نفسك بنفسك، لا تأخذ مال غيرك، كيف تتعلم، كيف تعمل، وأن الواجب عليك تروح المكان الفلاني تبحث عن كذا قبل ما نوفر له هذا، لا يجوز أن نقطعه. فكل هذه الأمور متشابكة متداخلة بعضها مع بعض، لابد أن نفهم هذا جيدا. وأنا ذكرتم في بداية الحلقة هناك تداخل واضح بين الشريعة والفقه، تبرز هنا مشكلة الاختلافات الفقهية. وهنا يسأل الأخ أحمد شعبان على صفحة الفيسبوك للبرنامج، كيف نتعامل مع تباين الآراء والمذاهب الفقهية؟ الشريعة لابد لها من فقه، وخصوصا في مجال الاختلاف، معظم الشريعة مختلف فيها، القليل جدا من أحكام الشريعة متفق عليه، القليل جدا، إنما أكثر الأحكام مختلف فيها. من يقرأ كتب الفقه، خصوصا ما نسميه كتب الفقه المقارن، الكتب اللي تتحدث عن الأقوال والمذاهب المختلفة، يجد قليل جدا من الأحكام
جملة صغيرة متفق عليه، والباقي كله اختلافات شتى. هذا لأن الشريعة مبناها أقوال، قول الله قول الرسول، وشرحها من العلماء والفقهاء والصحابة والتابعين وأتباع التابعين وغير هؤلاء. والأقوال دائما تحتمل الأفهام المختلفة، ولذلك كان اختلاف فيها موجود، وهناك اختلافات يعني أصلية واختلافات فروعية. اختلافات في أصلية مثل أهل النص وأهل المقصد. ناس يقول لك احنا مهمتنا النص، نصيين حرفيين، احنا مع الحرف. وتاني يقول لك لا، الشريعة لها مقاصد، ولازم نرعى مقاصد الشريعة أولا. تعمل بالنص وتسيب المقصد فتضيع الأصل الذي لقت به الشريعة، وهذا ما معترف به، وهو جمهور الأمة يقولون بهذا، إن الشريعة لها مقاصدها، رعاية الأصول، الكليات المعروفة مثل الكليات الخمسة، رعاية الدين والنفس والعقل والمال والنسل، وبعضهم يزيد عليها العرف، وبعضهم يزيد الأمور الاجتماعية والأمور الأمة، وكل هذا أصول لابد أن تراعى. في الإمام ابن تيمية كان سائر مع بعض تلاميذه في عهد التتار، أول ما ظهروا التتار وكان لسه إسلامهم يعني حرفي وضعيف، فوردوا بعض التتار يشربون الخمر، فقعدوا يقولوا يا أعداء الله تشربون الخمر، أم المناكر وأم الخبائث وكذا وكذا. فقال لهم دعوهم، إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن القتل وسفك الدماء والإفساد في الأرض، خلوهم ملهيين، الخمر بالنسبة لهم أحسن، لأن ما بيفوقهم بيقوموا يعملوا فساد في الأرض، يبقى من هؤلاء أحسن شيء لهم في هذه الحالة إنهم يكونوا ملهيين في سكرهم. فهذا نظر إلى المقصد، لابد أن ننظر إلى المقاصد. مع اختلاف الفهوم مولانا والنظر في النصوص، هناك اختلافات فقهية، كيف يتعامل المسلم مع هذه الاختلافات الفقهية؟ المسلم عليه أن ينظر إلى الأمر حسب المرجحات، الأمور المختلف فيها، ماذا يفعل الناس فيها؟ يتركوها أو يأخذ أي شيء؟ لا، احنا لا نقول خذ أي شيء، لأن معناها يأخذ أي شيء بيتبع هواه، إنما لا، لازم ينظر في هذا الاختلاف وينظر أي الآراء أرجح، من الناحية النقلية ومن الناحية العقلية ومن الناحية المقاصدية ومن ناحية حياة الناس. يقول هذا الرأي هو أصلح للناس، وهذا ليس أصلح. فابن عباس جاء يعني رجل يسأله يعني عن هل للقاتل توبة، فنظر إلى وجهه فقال له ليس للقاتل توبة. مشي أصحابه قالوا له انت كنت دايما تقول للقاتل توبة، قال لهم إني رأيته مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا، فقبل ما يقتل ألا روح أخذ فتوى بالإيه؟ بالقتل. فسيدنا ابن عباس سد في وجهه الباب، ليه؟ شاف إنه مغضب يريد أن يقتل يعني هذا الرجل ويتوب بعد ذلك، قال له مفيش توبة. إنما هو الأصل إن كل مخطئ وكل مذنب له توبة، حتى وإن كان قاتل نفس. كان ابن عباس قبل ذلك يفتي بهذا، وهو يفتي به إن القاتل له توبة، فالقتل له توبة. ولكن إذا وجد الإنسان إن الفتوى دي هتخلي الإنسان يروح يقتل قبل أن يقتل، لا، يمنعه أحسن. ولذلك العلماء يقولون الفتوى قبل الابتلاء بالفعل غير الفتوى بعد الابتلاء بالفعل. أما واحد
يكون طلق مراته فعلا وجاي يقول لك مراتي طلقتها وهعمل ايه وبتاع، فتقوم انت تبحث له عن مخرج في الفقه الاسلامي، تجد مذهب السلف، مذهب ابن تيمية، مذهب كذا، وتطمئن الى هذا القول تفتيه به. انما اذا كان ما لسه ما اتجوزش وجاي يقول لك اذا طلق، يا اخي انت اما تبقى تتجوز وتطلق وتعمل ما لا لا افتيك في هذا الامر. فلذلك قال الفتوى قبل الابتلاء بالفعل غير الفتوى بعد الابتلاء بالفعل. سارة رحيم من الجزائر تقول: قال ابن القيم رحمه الله: لكل حكم حكمة، عقلنا ذلك أم لا؟ سؤالي: هل يجب علينا أن نعرف هذه الحكمة؟ يعني بعض الأحكام الشرعية هل نحن مطالبون بالبحث عن مقاصدها، عن علتها؟ من الفقه السليم والمطلوبين به حسن الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله تعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ما معنى التفقه في الدين؟ تفقه في الدين تعرف الحكم بمقاصده والحكم بحكمته وبعلته. فيه علة للحكم وفيه حكمة للحكم. العلة اللي هي اللي بيعلقوا عليها الأحكام، يعني السفر هو سبب القصر، فإذا سفرت تقصر. إنما فيه حكمة، حكمة لماذا جعل الإسلام في السفر القصر؟ لأن الإنسان حينما يسافر يخرج من بيته ومن بلده ومن بين رفقائه وأحبائه ويتغرب، وتكون حياته حياة غير يعني مريحة، فلذلك يحتاج إلى مرخصات وإلى أشياء تريحه في حياته. فمن هنا كان السفر مع المرض، إن كنتم مرضى أو على سفر، المريض والمسافر. فهذه هي الحكمة. يحاول الإنسان يعرف الحكمة في الحكم. أحيانا الشرع يعلق الأمر على الحكمة، يعني في السفر علق الأمر على العلة على السبب، في المرض علق الأمر على الحكمة. ليس كل مرض يوجب انك تفطر، انما المرض الذي يتعبك ويمنعك انك تأكل او تشرب ويصبح حالتك حالة مزرية وحالة سيئة ولا تستطيع ان تكمل اليوم وكذا، هذا هو الذي ينبغي ان يحكم. انما واحد وجعه ضرسه ووجعته عينه ويقول لك انا مريض وافطر، لا. فهنا نظر الى الحكمة. فلذلك معرفة الحكم بحكمته من المطالب الشرعية. المهم ان الناس تعرف الحكمة الحقيقية، ولا ربما يعني يقول لك دي حكمة ولكن مش هي الحكمة، خارج عن الحكمة. هناك مولانا الكثير من الأسئلة على صفحة البرنامج على الفيسبوك، لضيق الوقت بطبيعة الحال لم نستطع أن نطرحها أو نجيب عليها. نشكركم في ختامة الحلقة مولانا على هذه الإفادة الطيبة، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. لكم تحيات معد البرنامج معتز الخطيب والمخرج منصور الطرفيح وسائر فريق العمل. هذا عثمان عثمان، يترككم بأمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.